انا تدربت في اعناب عديد من الدورات حقيقه للتعلم، لزياده التعلم، خاصه اني انا معلم، يعني انا ابغى انقل خبرتي والخبره اللي اخذها من المدربات والمدربين في اعناب لطلابي. اعتبرها شرف وفخر كبير لي اني انا اكون من ضمن المدربين في اعناب. ان شاء الله باذن الله يكونوا استفادوا موجودين من تجربتنا، وشجعناهم على الاقدام على المشاريع رياده الاعمال في مجال التعليم. تجربتي مع اعناب كانت مثمره جدا، للحمد حصل لي ان حضرت برامج تدريبيه في اعناب. ان شاء الله مستمرين معاهم في الدورات القادمه.